مساك ابني. وينو أبوك؟ شفته شي؟ ما بعرف، بيكون راح على شي محل. مسكي جودي. أهلين حبيبي، مساك لقلك. الله يحميك يا رب، خود الشاي. صحيح ديف حبيبي، ما شفته لأبوك، مدري وين راح، شفته وانت جاي؟ لا ما شفته اليوم. ليش شو صار؟ ما صاير شي حبيبي، سويت الشاي والشاي رح يبرد وكنت بدي اياه يشرب معنا، ولهيك عم بسأل عنه. خلص برجع بساوي له بعدين، مو مشكلة. وين الشاي تبعي؟ تعالي خديه، ليكو هون. بدي توصل كاستي لإيدي. شو أنا خدامة لحتى أقوم جيب كاستي؟ هذا مو إليك، لكنتي آرتي. قومي واشربي لحالك. حبيبتي أنا ماني خدامة عندك، إيه؟ إذا بدك تشربي شاي قومي وخديه عن الطاولة. لما صارت الحنونة هي اللي عم بتدير أمور البيت، فكرت حالها قويت علينا، وكل هالشي اللي عم بيصير بسبب آرتي. كنتي آرتي؟ بقدر فوت؟ حبيبتي وينك؟ مرت عمي، ليش عم تطلبي إذني؟ فيك تفوتي بأي وقت؟ أنا جايبتلك شاي، تفضلي. شاي؟ ما كان في داعي تعذبي حالك؟ ما أنا أصلاً كنت نازلة لتحت مشان ساوي الفطور. بعرف إنك كنتي نازلة، مشان هيك رحت على المطبخ وعلى السريع ساويت الشاي وحضرت الأكل للفطور. بعرف منيح إنك عم تشتغلي كتير طول النهار، لازم ترتاحي شوي على القليلة. والله أنت عم تتعب كتير وما حدا عم يساعدك. لهيك أنا قلت لحالي خلينا نتساعد، الشغل شو بده؟ يعني بكرة بالمستقبل أنت يلي رح تحملي مسؤولية البيت، صح؟ إيه، بس ليش هيك عم تحكي؟ أنا بتمنى تضلي على طول فوق راسنا وتسانديني. لك يا بنتي، أنا ما عم أقول إني بدي موت بكرة، لسا إذا الله قدر بدي شوف ولادك أنت وديف، وكمان بدي زوج جودي وبدي أفرح بأحفادي، وبعد هيك شو ما بده يصير يصير، ما بيهمني بنو. يي نسيت، رحم بالي نسيت الحليب تحت على النار. طيب وأنا نازلة معك نشرب شاي. يلا تعي ننزل سوا. يلا يا ربي شو هاد؟ يا ربي دخيلك شو هاد؟ شو القصة مرت عمي؟ تعالي شوفي الحليب كله فرط بنتي. لا يا ربي دخيلك. شو بدي ساوي؟ شو بدي أعمل هلا؟ ما ضل عنا حليب بالبيت كمان. يا ربي دخيلك، شو عم بيصير بالبيت؟ ليش كل المشاكل عم تطلع لي فجأة؟ ما بعرف ليش هيك عم بيصير معي، في شي ما عم بفهمه. خلص لا تاكليهم، هلا انا بشوف شو بعمل. سنتوشي كنتي آرتي، تعالوا بسرعة خلصوني. شو اعمل بنتي؟ شو ساوي؟ بترجاكي لا تاكليهم، خلينا بالاول نروح نشوف ليش عمي عم بينادي. ماشي رح اطفي الغاز لكن، يلا بنتي امشي. مرحبا. مرحبا. أهلين. 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 أهلين.
أهلا وسهلا. مرحبا. 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 أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضلوا. أنا الحقيقة بنبسط لما أنتوا بتجوا لعنا، إيه منقضي سوا وقت ظريف، ما هيك؟ بلت أخي، بصراحة أجوا رفقاتي لحتى يدوقوا حلوياتك الطيبة اللي عملتي لنا إياها. بلت أخي، هذا كله من كتر ما مدحت فيكي ومدحت بحلوياتك الطيبة اللي بتساويها بالاحتفالات، خاصة الحلويات اللي بتساويها بالحليب. أنا ما لقيت أطيب منها أبداً. أنت عم تحكي صح على فكرة، من الصبح وهي قاعدة عم تشتغل بتحضير الحلويات، أنا شفتها. أي والحقيقة إذا بتدوروا كل البلد بتعرفوا وين بتلاقوا أطيب حلويات معمولة من الحليب؟ الجواب كتير سهل، بتلاقوا عنا هون طبعاً. ايه ايه ايه، وهلا يا سنتوشي يلا روحي وجيبي هالحلويات وضيفي ضيوفنا على السريع. انا لازم ساعد مرت عمي، شو بدي اعمل؟ ليش لساتكن واقفين؟ شرفوا تفضلوا يلا عدوا عدوا. تفضلوا يا جاهز. خلينا نفوت عنا. اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا. اهلين اهلين. تفضلوا عدوا شرفوا. اهلا وسهلا. ارتاح. تفضلوا. اهلا. شكرا. اهلا اهلا. ابني ديف، شو أخبارك؟ كل الأمور تمام؟ ايه الحمد لله كل شي تمام. اجت والله جابا، رح أعطي هالملف لهالزلمة هاد، وبس ياخذ الملف رح يبلش الشغل اللي بدنا ياه واللي ناطرينه على أصوله. يلا خليني جيب الملف من الغرفة وأعطيه. بابا أنا عندي شغلة مهمة ضروري هلأ إني أروح بالإذن. والله بيتن حلو كتير. وهلأ على اعتبار فرط الحليب وما عاد ينفع لأي شيء رح ينتزع ورح ينهار كل شيء، مثل ما رح تنهار أحلامك بأنك تحكمي هالبيت هاد. اليوم بتشوفي كيف رح تنقلب عليك الطاولة. أنا يلي نزعت الحليب يا سنتوشي، هالمرة مو كم قطعة تياب فيك تخيطيهم وترجعي تلبسيهم، ورجيني هلأ لشوف شو رح يطلع بإيدك. كنتي ساعديني، ما عم بقدر افكر بشي ابدا. انتي عندك شي فكره؟ شو رايك نطلب حلويات من برا وانا بطلب شويه حليب وبساوي الحلو الخاص تبعي؟ بس هيك رح نصرف مصاري كتير على هي القصص، وبدهن وقت لحتى يوصلوا لنا الطلبات لهون، مزبوط؟ لكن شو بدي ساوي يا ربي؟ شو لازم نعمل؟ شو هاد؟ اليوم اذا ما اجتازت مرت عمي هالامتحان رح تتضايق كتير ورح تخسر ثقتها بنفسها. أنا كتير زعلانة عليها. كنتي الله يوفقك، شو بدي ساوي؟ فكري معي. اليوم دوري لأخذ المضرب معي على المدرسة، لأنه اليوم دوري بالضرب، ضربات كتير قوية. بس ماما ما رح تعطيك المضرب بنو، لأنه بتعرف هي وين مخبيته؟ هنيك فوق الخزانة. تعال خلينا نجيبه. طيب ماشي. ما عاد نفسي إلا. انتوا شو عم تساووا؟ كان ممكن توقع وتنكسر. بدنا المضرب. ليكو
ماما مخبيته فوق على ظهر الخزانة هنيك. شو عم بيصير؟ انتم مو لازم تروحوا على المدرسة؟ انزلوا لتحت، انا هلا بلحقكم. كأنه كترانة فوتاتك لهون، شو كنت بدك تعمل يا ترى؟ شو عم يجيبك على هالغرفة؟ ها؟ شوف أيوديا، أنا نبهتك ألف مرة إنك ما تفوت على غرفتي بدون إذني، يعني مو معقول عن جد ما بتستوعب. أوعك تفكري إني قاتل حالي لفوت على غرفتك. أنا كنت مارق من هون ورايح على غرفتي، بس وقت شفت الأولاد واقفين على الكرسي وكانوا رح يوقعوا هن عم يحاولوا يجيبوا المضرب فتت. أنتِ ما بتعرفي تديري بالك على أولادك، بتعرفي ليش؟ لأنه مخك دائما مشغول بالمؤامرات اللي بتأذي العالم وبتضرهم كمان. لو كنت متأخر دقيقة واحدة كانت صارت كارثة هون. منشان هيك كنت مضطر فوت على الغرفة كرمال الأولاد مو أكتر، وإلا صدقيني ما عندي ولا سبب لحتى فوت عليها. ليك أيوديا، سد بوزك. سكروا. ألو. إيه أنا عم ساوي نفس الشغل. أنا بعرف منيح شغلي معك بعدين، بس هلأ بدي وصل للأولاد على المدرسة. وين راحت أمينة المي؟ رح أعطيهم الشناتي بالأول، بعدين بعطيهم الأناني. شو بدي أعمل؟ الظاهر اليوم رح أتبهدل وانزل قدام كل الناس، يا رب ساعدني. إيه ماما، كيفك؟ إيه، كل أموري تمام. الحقيقة من الصبح جاي على بالي شي أكلة حلو، بعدين تذكرت فجأة لما فرط الحليب هداك اليوم وكيف وقتها صفيتي الحليب من المي. ايه شلتي المي الزايده من الحليب وعملتي لنا المحلايه. وقتها علمتيني انه هالاكله الطيبه بنقدر نعملها بالبيت كمان، وانا كمان بعرف هالاكله، كيف ما خطرت على بالي؟ انا فيني ساويها، بس كيف بتنعمل؟ ما بعرف عنها اي شيء، شو اعمل هلا؟ شو سوى؟